لبيك طرابلس لبيك، لبيك طرابلس لبيك. اهلا بحضراتكم مجددا. اعلن الجيش الليبي اصابة طائرة تركية بدون طيار فوق مدينة غريان جنوبي العاصمة طرابلس بعد استهدافها عددا من الاحياء السكنية بشكل عشوائي حسب بيان القوات المسلحة الليبية. هذا التطور يجيء بعد مقتل القيادي في تنظيم داعش الارهابي عبد السلام بورزيزا خلال المعارك الدائرة بمحور طريق المطار جنوبي العاصمة. لم يمر وقت طويل على اللقطات المصورة التي كشف عنها الجيش الوطني الليبي وتظهر ضباطا أتراكا يدربون أفرادا من ميليشيات طرابلس الإرهابية على كيفية استخدام الآليات التي وصلت من تركيا عبر ميناء طرابلس، حتى أعلن الجيش عن إصابة طائرة تركية بدون طيار فوق مدينة غريان التي تبعد 80 كيلومترا جنوبي العاصمة طرابلس بعد استهدافها عددا من الأحياء السكنية بشكل عشوائي. واقعة جديدة لا تنفصل عما يعلنه الجيش الوطني الليبي بين الحين والآخر من ضبط سفن تركية تنقل أطنانا من الأسلحة والذخائر للتنظيمات الإرهابية هناك. وعلى جانب آخر من معركة تحرير العاصمة من الإرهاب، أعلن الجيش الليبي مقتل القيادي في تنظيم داعش عبد السلام بورزيزا خلال المعارك الدائرة بمحور طريق المطار جنوب طرابلس، وذلك بعد أن أعلنت بعض القيادات الإرهابية والشخصيات المطلوبة محليا ودوليا الوقوف ضد تقدم الجيش الليبي إلى وسط العاصمة. وفي شأن آخر، شددت تونس الإجراءات الأمنية على حدودها الجنوبية عقب ورود معلومات من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن تفيد بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي موجود في ليبيا. في الأثناء، وصف وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي الوضع في ليبيا بالصعب للغاية وبأنه يتطلب تعاونا دوليا أوسع. وخلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب، أشار المسؤول الإيطالي إلى أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تحقق الاستقرار في ليبيا بمفردها. الأستاذ رمزي الرميح المستشار القانوني السابق بالقوات المسلحة الليبية ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ رمزي، أهلا وسهلا بحضرتك. إذا كان الرهان على القوة الدولية والمعسكرات ذات الثقل المختلفة في البيئة الدولية فهي ربما أصبحت مؤمنة في شطرها الأعظم وفي الجانب الأكبر منها إلى جانب القوات المسلحة الليبية، لكن أمرا حقيقيا لم تسفر عنه هذه القوة وهذه التحركات، لماذا حتى هذه اللحظة؟ لأن هناك تخاذل إقليمي ودولي واضح. ولكي نتكلم بوضوح وشفافية وتجرد، ليس أدل على ذلك أن القمة العربية الاستثنائية في مكة والقمة الإسلامية الاستثنائية في مكة لم تتطرق مطلقا لأي إدانة لتركيا وقطر عما تقوم به في ليبيا. كلمة الرئيس السيسي هي الكلمة الوحيدة التي أشارت إلى هذا الأمر، نعم، وإلى هذا الاستنكار، الوجود العسكري لإحدى الدول الإقليمية على دولتين موجودتين في المنطقة. بالضبط. قبل أن نلوم المجتمع الدولي وقبل أن نلوم مجلس الأمن، أمامنا اجتماع استثنائي لم يمر عليه ساعات معدودة في مكة، وبعده مباشرة اجتماع استثنائي للتعاون الإسلامي. أين هؤلاء جميعا؟ 22 دولة عربية و57 دولة إسلامية، لم يصدر منهم بيان إدانة واحد. وبالتالي هناك خذلان وتخاذل مستمر منذ مؤخر فبراير، منذ 2011 إلى هذه اللحظة. وعليه أقول نحن بإذن الله تعالى سوف يكون لنا موقف
لا أستاذ رمزي، يعني حتى تصل الفكرة على النحو الذي يمكن أن يكون مستساغا، كثيرا ما تحدث المعنيون بالشأن الليبي والقريبون من المؤسسة العسكرية الليبية من أن معطيات اللعبة اختلفت وقواعدها تغيرت بوجود دعم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتصال الساعة الذي كما يعرف بين الرئيس دونالد ترامب وبين المشير خليفة حفتر، الدعم الذي يقدم من قبل الجانب الفرنسي والرئيس ماكرون باعترافه بالمشير خليفة حفتر قائدا للجيش الليبي، حتى إيطاليا التي كانت ربما تثور حولها بعض القولان أصبحت الآن أكثر انسجاما مع هذا الموقف الذي أقدم عليه الجيش الليبي فضلا عن مواقف مختلفة. إذا كان هذا يدون في سجل فخار الجيش الليبي، لماذا في المقابل يتم القول الآن من أن هناك تخاذلا أو خذلانا كما تقول دوليا؟ لماذا أخي كريم؟ لأن الأقربون أولى بالمعروف. المفروض نحن دولة واقعة في شمال أفريقيا، واقعة مع جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية، وواقعة أيضا في إطار إقليمي في التعاون الإسلامي وأيضا في الاتحاد الأفريقي. الذين وقفوا معنا حقيقة دولة واحدة إفريقية عربية إسلامية هي مصر فقط، بالإضافة إلى الآن فرنسا وواشنطن وروسيا وأيضا الإمارات بشكل آخر، ولكن نحن نتحدث لماذا لم يتم استغلال هذه القمة الاستثنائية بإدانة مباشرة لتركيا فيما تقوم به في ليبيا. من الذي مثل ليبيا في قمة منظمة التعاون الإسلامي؟ للأسف الشديد السراج لم يحضر القمة العربية، وأوفد مندوبة في جامعة الدول العربية الشماخي وهو تابع أيضا للوفاق، ولكنه حضر قمة الأمس. بالضبط قمة الأمس. هناك تساؤل كبير جدا يثار الآن، لماذا استمع ونفذ السراج تعليمات جماعة الإخوان التي حذرته ببيان رسمي من الذهاب إلى مؤتمر القمة العربي وسمحت له بحضور مؤتمر القمة الإسلامي؟ لماذا؟ سؤال مهم جدا. لماذا إذن يعني برأيك بحسب القراءة التي تقول أن هناك نداء من قبل جماعة الإخوان للسراج للسيد فايز السراج بعدم حضور القمة العربية الطارئة والسماح له كما تقول بحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي؟ أنا أقول لك لماذا. لأن اجتماع القمة العربي تمثله مصر والسعودية، أما اجتماع القمة الإسلامي ففيه إيران وفيه تركيا، وهؤلاء هم حلفاء الإرهابيين في ليبيا باختصار شديد جدا. لكن هو على يد حال الرئيس حسن روحاني، الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أنه لم يحضر بسبب ما أسماه خللا بروتوكوليا، وتركيا كانت ممثلة بوزير خارجيتها. ما الذي ينتظره الجيش الليبي من المجتمع الدولي أو من البيئة الإقليمية؟ كما ذكرت حضرتك الأقربون ربما أولى بالمعروف وأكثر فعالية إن أرادوا، ما الذي يريده أو ينشده الجيش الليبي من المحيط الإقليمي القريب؟ كل ما ننشده أخي الكريم أمر بسيط للغاية، هو ما صرح به المشير الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن لا نريد، ونقولها مرارا وتكرارا، لا نريد إلا أمرين لا ثالث لهما: إجماع دولي برفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة الليبية الشرعية الحصرية المعترف بها محليا من قبل مجلس النواب، وإقليميا ودوليا. مجلس الأمن أخي كريم أصدر عدة بيانات ذكر فيها الجيش الوطني الليبي اختصارا LNA، وكتب أيضا بقيادة الكوماندر خليفة حفتر، يعني هناك اعتراف دولي. نحن نريد المجتمع الدولي يعي حجم الكارثة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة الليبية، ويرفع الحظر عن السلاح، وإذا أراد أن يشكل لجنة لكي يطمئن أن السلاح يذهب مباشرة إلى أبناء القوات المسلحة فليتفضل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نريد زخم دولي ونريد وقوف دولي معنا في حربنا ضد الإرهاب، ما يعرف بالدعم اللوجستي والدعم السياسي في المحافل الإقليمية. أقول لك أمرا، على المجتمع الدولي أن ينتهج نهج
الرئاسة المصرية والدبلوماسية المصرية باختصار شديد جدا أخي الكريم. شكرا جزيلا لك الأستاذ رمزي الرميح المستشار القانوني السابق بالقوات المسلحة الليبية. كذلك ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الأستاذ عبد الباسط بن هامل الكاتب الصحفي الليبي. أستاذ عبد الباسط، مشكلة حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي هذه كانت يمكن أن تحل ما بعد اتفاق الصخيرات بحسب مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، عندما قالت إن الاتفاق على حكومة واحدة فيها وزير دفاع واحد هذه تعني بالضرورة رفع الحظر عن المفروض عن تسليح الجيش الليبي. لماذا لم يتم تدارك هذا الأمر وبالتالي يمكن الانقضاض على كل البؤر الإرهابية بشكل مؤسسي واحد؟ أولا أخي العزيز، الأوروبيين يعلمون جيدا وداخل الدوائر عملية تدوير الأزمة حقيقة في ليبيا والحفاظ على الفوضى. كانت هناك عملية خطيرة جدا على مدى الأربع أو خمس سنوات الماضية على خلفية برامج التفكيرات المغربية، يعني وهناك دمج للميليشيات المسلحة، هناك عناصر إرهابية مطلوبة والكل يعلمها، أجهزة الاستخبارات الأوروبية تعلم ذلك، وبالتالي أصبحت المقارنة بشكل كبير جدا الذهاب إلى دعم هذه الميليشيات، خاصة نعلم جيدا أن هناك دول بعينها تدعم المجموعات الإرهابية. المجتمع الدولي لم يسعى ولم يكن جادا أبدا في دعم جيش قوي حقيقي على الأرض في ليبيا يعيد إلى الدولة الليبية هيبتها وسيادتها ويصون حدودها، وبالتالي يكون لها قرار وطني صادر ينبع من الداخل ولا ينبع لا من الصخيرات ولا من روما ولا من لندن. هذه المسألة كانت عبارة عن تدبير لمشاكل عديدة حدثت في عديد من المناطق والبلدان مثل أفغانستان والعراق والغير حقيقة من هذه البلدان التي تعاني ضعف أو ارتهان قرارها للخارج. بالتالي كان هناك رؤية أن تصبح ليبيا دولة فاشلة، أن تستمر في الفشل وأن يصبح قرارها الوطني مختطف من قبل الدوائر الاستخباراتية الخارجية. لكن عندما نرى أن الجيش الليبي تحرك في عديد المدن في مناطق ومدن شرق ليبيا واستطاع بجهود بسيطة جدا نقص في العتاد وفي القاتلين، حظر وتوريد السلاح عليه، لكنه حقق إنجازا مهم بتقديري أنه كشف حقيقة التآمر المجتمع الدولي بدعم للجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي وتفترها أيضا. لكن أستاذ عبد الباسط، المجتمع الدولي لم يعترض على عمليات الجيش الليبي في شرق ليبيا ولم يعترض كذلك على العمليات في الجنوب حتى وإن كانت تتم بمصالحات، اسمح لي، وهناك دعم حتى من قبل حكومة الوفاق الوطني نفسها إن لم يكن دعما مباشرا فعلى الأقل رضاء بما يتم، وتصريحات سيد طاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق وفتحي بشاغة وزير الداخلية كانا يستحسنان تماما ما يقوم به الجيش الليبي في الجنوب في المعارك التي لم تستمر طويلا. ما الذي اختلف إذن؟ هؤلاء مثل الأفاعي أخي العزيز، هؤلاء يعطونك من الخارج مظهرا جميل ولكنهم يحملون في داخلهم وعلى ألسنهم صمة قاتل حقيقة أرهقنا ودمر أبنائنا طيلة السنوات الماضية. سأعود لك على نقطة ذكرتها، المجتمع الدولي كان ضد تحركات القوات المسلحة في مدينة بنغازي. المبعوثين السابقين تحدثوا بصيغة خطيرة جدا، طالبوا بفتح ممرات آمنة، طالبوا بمساعدات للمناطق الحقيقة كانت عليها سيطرة جماعات إرهابية. كانت بيانات تصدر من المجتمع الدولي وتحديدا من بريطانيا وإيطاليا تريد أن توقع العقوبات على القوات المسلحة، رفضت دخول حتى رصاصة واحدة للقوات المسلحة وهي تحارب الإرهاب. هذا الأمر انسحب من بنغازي إلى يصل إلى درنة. للأسف حتى وإن كانوا صمتوا ولكنهم لم يعلنوا موقفا واحدا وصريحا من تلك الدول المارقة التي دعمت الجماعات الإرهابية. إيطاليا على سبيل المثال في غرب ليبيا ولا زالت حتى إلى يومنا هذا يعني لم تتغير، تدعم في الميليشيات المسلحة الموجودة في مصراتة، دعمت صبراتة وميليشيات العمو، والكثير من هذه الميليشيات لها علاقة وطيدة مع أنصار الشريعة وتنظيمات. لكن المشير خليفة حفتر ذهب والتقى رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي وذهب والتقى رئيس الوزراء الحالي جوزيبي كونتي، كل هذا البعض تحدث عن أن هناك تغيرا حقيقيا في المشهد الإيطالي في الرؤية الإيطالية تجاه ما يجري في ليبيا. ميلانيزي وزير الخارجية الإيطالي الحالي قال أن دولة بمفردها لا تقوى على أن تعالج المشهد في ليبيا. كل هذه الشواهد ألا تقول بأن إيطاليا لم تعد طرفا متمترسا في معسكر الغرب؟ بالعكس، إيطاليا التحالف الذي موجود في روما، التحالف الهش في الحكومة التي تسيطر عليها قوة الخمسة نجوم المتطرفة، تحديدا وزير الداخلية الذي يمتلك علاقات وطيدة جدا القطريين والأتراك على غرار سلفي السابق، لا زالوا يدعمون الميليشيات المسلحة إلى اليوم. يعني هناك طائرات الجرح، قاعدة حقيقة موجودة في داخل مدينة مصراتة،
تقدم الإيلاز جرحى مجهولين خطيرين جدا. نحن نعتقد بعض الجماعات الإرهابية. كونتي ضعيف في تكوين الحكومة، لم يستطع أن يتخذ موقفا واضحا وصريحا تجاه الجماعات على غرار فرنسا. فرنسا كانت أوضح بكثير عندما تحدثت وقالت أن هناك في الخطوط الأمامية لقوات الوفاق وهي تتفق، قالت أن هناك جماعات إرهابية يجب توضيح الموقف أو أن نثبت وقف إطلاق النار عند هذه المناطق، ولكن بشروط. إيطاليا تحدثت على هذه النقطة، بالعكس إيطاليا تريد الذهاب إلى هو المبعوث الأممي نفسه لديه مشكلة في هذه النقطة، لديه مشكلة في وقف إطلاق النار عند حدود تقدم الجيش الليبي، وقال أن وقف إطلاق النار يستلزم بالضرورة العودة إلى ما قبل العملية العسكرية التي أعلن الجيش الليبي شنها. والله هذا المبعوث الأممي يعني هو ابن بيروت، أنا توقعت أنه سيكون حاضرا بتجربة بيروت، كان أيضا في العراق، ولكن للأسف هذا أصبح معتهي لجماعة ضالة، جماعة الإخوانجية، حتى جماعات الضغط، جماعة المال والكثير من هذه التدخلات الخارجية. عندما يتحدث عن وقف إطلاق النار هذا عبثي، أمر عبثي. لكن مارتن كوبلر كان يلقى ذات الانتقادات أستاذ عبد الباسط، وبرناردينو ليون ذات الانتقادات، حتى طارق متري نفس الانتقادات التي يتلقاها السيد غسان سلام الآن. هل منظومة العمل الدولي، منظومة العمل الأمم التي تعنى بالأزمة الليبية كلها مرتهنة بقرار بعض الميليشيات أو الفصائل؟ إذا كان الجيش الليبي أصلا تمكن من خوض كل المعارك وتجاوزها وصولا إلى معركة الغرب الليبي، كيف يمكن فهم هذا إذن؟ لا، المبعوثون للأمم المتحدة ومنظومتها الدولية هي فاشلة من الأساس. يعني تقدم حل إلى اليمن، يعني إلى اليوم الآن الحوثيين والكثير من هذه الجماعات لا زالوا يحكمون بدعم دولي. في سوريا المبعوث الأمم يغطي الأبصار عن إدلب ولا زالوا يحاولون تضليل الرأي العام. في ليبيا وعلى مدى السنوات الماضية المبعوثين الأمميين ترهم مشبوه الحقيقة عندما يتحدث السياسات الخارجية للأمم المتحدة أو حتى مسؤولها أول القائم عليها هناك. وبالتالي نحن نريد أن نفهم حقيقة ما الذي يجري. هل هناك شرق أوسط جديد؟ هل هي ملامح تقسيم بهذه الدول؟ هل تصبح هذه الدول تابعة؟ لكن الآن نحن نريد أن نتقاسم مع هذا المجتمع الدولي الاستقرار والنماء والإعمار، لأننا نريد أن نعيش، نريد أن يعيشوا باستقرار، لكن أن لا يوظف الإرهاب وفق تعريفه بالخاص. عندما يقع عليه جريمة قتل في إحدى شوارع الإرهاب، وعندما تحدث بين الجماعات الإرهابية علينا أن نتحاور معها نحن، وأن يصبح أبنائنا مثل البقر يذبحون في الصلاخانات، لا هذا لا يمكن الحقيقة. يعني الحديث اليوم عن وقف إطلاق النار في شوارع طرابلس، نحن نعلم كما قال الله تعالى وكتب عليكم القتال وهو كفر لكم، ليس بالأمر الهين، بالعكس هناك أكثر كثافة سكانية في العاصمة طرابلس وفي ليبيا في عمومها، ولكننا اليوم نخوض معركة أقولها وبكل صراحة عبر شاشتك وموقع نيابة عن منطقة شمال أفريقيا بأكملها، لأنها منظومة خطيرة جدا. أن نرى الأتراك والقطريين وكل الجنسيات المارقة من الجماعات الإرهابية مدعومين بالمال وسلطة سياسية خطيرة جدا تدعمها غطاء من بريطانيا وإيطاليا، هذا أمر حقيقة يجب. وصلت هذه الفكرة تماما، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الباسط بن هامل الكاتب الصحفي الليبي منضما إلينا عبر الهاتف. شكرا لحضراتكم أيضا على طيب المتابعة. موجز لأهم الأنباء عند رأس الساعة بحول الله.